هنعمل مع بعض صينية توست بالقرفة والسكر. عندنا توست أبيض، عندنا لبن وبيض، عندنا فانيليا. الناس اللي عندها حساسية بيض ممكن تستغنى عن البيض، والناس اللي عندها حساسية ألبان تقدر تستخدم الزبدة نباتي أو زيت جوز هند، واللبن يبقى لبن جوز هند برضو. فانيليا، سكر بودرة وقرفة وزبدة وقرفة للوجه وتفاح. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، لان دي وصفة لذيذة ومدية طعمها على ابل باي، لذيذ قوي قوي. وللسهولة تقدروا تعملوا الطبقة الاولانية بس بتاعة العيش وما تعملوش طبقة التفاح لو انتم مستعجلين يعني. اوكي، هنعمل ايه؟ بايركس، بس انا هحط هنا طبقتين من العيش فوق بعض عشان انا عايزاها تكون سميكة شوية، مش اجباري اكيد، برضو ينفع طبقه واحده، بس انا بقول لكم انا هعمل ايه. على النار سخنت الوك وهحط سكر. بسم الله. ايوه، سكر بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. الوك سخنه، فهتلاحظوا ان السكر يكرمل على طول، مش محتاجة كمية كبيرة من السكر، دول معلقتين كبار بس تديني النكهة. لو عندكم صوص كراميل تقدروا تستخدموه، يعني أنا عايزة نكهة الكراميل بس مش أكتر. أوكي، ده بالسكر، أنزل بالقرفة، أنزل بالزبدة. الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة، بنزل بالراحة مش بنطر عشان السكر ما ينطرش على ايدي، تبقى مصيبة، ربنا يكفيكم شر الحوادث، دي حاجات بتبقى صعبة فخلوا بالكم. زبدة، قرفة، سكر متكرمل، حلو ممتاز، مش بكتره برضو، هو الكمية دي كويسة جدا من الزبدة. انزل بالتفاح، قلب، حلو قوي قوي. نهدي النار شويه ونترك هذا التفاح يتكرمل هنا شويه، حلو قوي. هديله معلقتين من الحليب، حلو رائع. وهاجي هنا اقوم واخدة بولة، البولة دي هحط فيها شوية من اللبن، هحط فيها فانيليا سايلة او باودر، هحط بيض، هحط رشة قرفة، هحط رشة سكر، شوكة، اخفق اخفق اخفق. اتفقنا كويس قوي، حلو جميل ممتاز. مصفى، وانزل على العيش هنا. قطع من الزبدة وعلى الفرن. على الفرن، لما يطلع من الفرن هيبقى شكله ازاي كده، ده شكله بعد ما يخرج من الفرن. اقوم عاملة ايه بقى؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الابل باي اللي جاية دي، من غير لا عجن ولا خبز اي حاجة خالص، موضوع بسيط وسهل ولذيذ. عايزين بقى تحطوا ايس كريم فانيليا، شويه كريمه مخفوقه، اللي انتوا عايزينه.